عشاق رياضة أينما كنتم أهلا بكم في ميكرو سبور. من بعد حدث شغب اللي شهدتها مقابلة الرجاء والحسيمة، اليوم نزلنا الشارع المغربي باش نسولوا بعض المواطنين واش في نظرهم خاص لي زولترا يتحيدوا ولا يبقاو. نمشيو نشوفوا الأجوبة ديال الناس. الطراج بعدا راه جابوا واحد فهمتي، جابوا واحد المضمون وجابوا واحد الموفمون المغرب دخلوه لي ديال التيفواج وديال فهمتي اغاني ونظموا بزاف ديال الحوايج. ولكن كيفاش شفنا في اللقاء ديال البارح كان صراحه داروا مأساس والله العاطي، والسبب الكبير ديالهم هما الاطراج. ما فهمتش انا علاش يديروا هذا الشيء، هما تيبكي ما نظنش. لا بالعكس، الجمعيات عندهم دورهم، بالعكس غيكون اكبر خطا الا حاربناهم، بالعكس كيمثلوا المجتمع المدني. بالنسبه ليا باللي هاد الظاهره ولات ديال الشغب كثير في الملاعب، وهذوك لي زيتخ خصهم يتحيدوا حتى هما اللي كيديروا الشغب، حيت كيبداو يديروا هذاك داك النار وكيبداو يشيروا على اللاعبين. بالنسبه لي خصهم يتحيدوا، ما خصهمش يكونوا بعدا اصلا دو فصائل، بعدا جوج فصائل، الجرين بويز والايجلز، خصو يكون فصيله واحده يكونوا كيشجعوا الرجاء. يعني بالنسبه لهذوك لي زولترا مزيانين، علاش؟ حيت كيديروا لنا هذوك لي تيفو مزيانين وكل شيء، ولكن داك الشيء اللي طرا هذوك النار ما عرفتش انا علاش. اصلا هذوك الشباب اللي كيكونوا قل من 18 عام ما خصهمش يكونوا بعدا هذوك. انا بغيتهم ما يبقاوش كاع يتحيدوا كاع نهائيا، لانهم اللي جبدوا بالمشاكل. دابا بعضياتهم غير الترات، بعضياتهم داروا لنا المشاكل، انا بغيتهم كاع يتحيدوا كاع بصفه نهائيه ما يبقاوش. وبغيت الامن يكون، ما يبقاوش الدراري الصغار القاصرين يدخلوا كاع الا معاهم ولي امرهم جد 14 عام او 16 عام ما يدخلش، حتى تكون عنده 18 عام. في الحقيقه خصهم يتحيدوا، علاش؟ حنا دوله اسلاميه وداك الشيء ما خصهاش يكون بيناتنا هذاك الحقد بعضياتنا. واصلا جمهور ديال فريق واحد كتلقى فيه الشغب، يعني انا راه جا وكان في شهر، علاش انا راه جا؟ ولكن بحال هاد الحوايج هادو كيبقاو فيا. هادشي ديال لي زيلترا ديال الكرين والوناج ولا كيجي هو السبب الرئيسي ديال الشغب. بالنسبه لي انا خاصهم يتحيدوا، حيت عاود بنادم كان كيمشي للتيران باش يتفرج، دابا ولات كينوضوا الشغب وبنادم كيموت. بالنسبه لي انا السبب الوحيد ديال الشغب ولا زيلترا. إذن مشاهدينا كيف ملاحظتوا معنا الأجوبة ديال المواطنين، في الأغلبية قالوا على أنه خاص لي زولترا يتحيدوا من الملاعب حيت هما السبب الأول في الأعمال ديال الشغب. مشاهدينا حلقتنا ديال ميكرو سبور انتهت، كنضرب لكم موعد في حلقة جديدة مع موضوع جديد، إلى اللقاء.